من عين عيسى معي عبد السلام حمسورك رئيس مكتب منظمات الإنسانية في مجلس الرقة المدني. زميلة روناك شيخي نقلت لنا نبذة عن الوضع في مخيم الكرامة وما يفتقره من أبسط الإمكانيات. ختم التقرير بغياب دور المنظمات الإنسانية. لماذا نتحدث عن غيابها؟ نعم، مساء الخير. أهلا وسهلا. في الحقيقة نعم، هناك ضعف ومساعدات خجولة من قبل المنظمات باتجاه مخيمات الكرامة. طبعا نحن بدورنا أرسلنا إلى الآن أكثر من 9 شاحنات إلى مخيمات الكرامة. طبعا قبل كان هناك أعداد كبيرة بالآلاف، الآن أغلب النازحين عادوا إلى منازلهم، خاصة أهل مدينة الكرامة. طبعا كانت مبادرة من مجلس الرقة المدني ومكتب شؤون المنظمات أن الحل هو أن يعود الناس إلى منازلهم. طبعا هناك كان خطورة عدم العودة، كان هناك خطورة لأنهم بصراحة قريبون من خطوط المواجهة أو تحت مرمى نيران داعش. الآن هناك مخيمات صغيرة أو عشوائية في مناطق الكرامة. المنظمات تتخوف من هذه الأمور، لكن مكتب المنظمات بقدراتنا وبإمكانياتنا نحاول أن نساعد ونرسل لهم ما تيسر طبعا من مواد غذائية، ولكن بالإجمال هناك ضعف بصراحة من قبل المنظمات بالتوجه إلى الخط الشرقي من مدينة الرقة. العدد المتبقي بمخيم الكرامة كم إلى الآن بعدما تحدثت عن عودة الكثيرين؟ طبعا في البداية كان العدد أكثر من 40,000، الآن هم بضع مئات لا يتجاوزون الآلاف من العائلات، بضع مئات من العائلات مخيمات عشوائية، لا يوجد مخيم رئيسي كما كان في السابق. طيب، 9 شاحنات أرسلتموها لهذا المخيم سيد عبد السلام، ما الذي شملته؟ ما الذي شملته وكم العدد الذي استهدفت؟ طبعا هناك مكاتب تابعة لمجلس مدينة الرقة، مكاتب أو فرق إغاثية، بعثنا الطحين 3 قاطرات من الطحين، كان هناك رز، برغل، عدس، فاصوليا، زيت الطعام، دبس ورب البندورة، هذه كانت المواد الأساسية للغذاء أرسلناها. كم عدد العائلات التي استفادت من هذه الشاحنات؟ طبعا الفريق العمل هو كان يوزع يعني بصراحة العدد يعني، ولكن هذه هي الكمية التي أرسلت. أها، في شاحنات غير متوقع أيضا أن تقوموا بإرسالها؟ نعم نعم نعم، قريبا قريبا سنرسل كمية كبيرة للكرامة كونها هي المدينة الأكبر في الريف الشرقي، سنرسل قريبا طبعا شو ما اجى للمدينة عين عيسى وللمجلس، هناك محافظة لمدينة الطبقة لمخيم طويحينا للريف الغربي والشرقي ومخيم عين عيسى. شكرا لك عبد السلام حمسورك رئيس مكتب المنظمات الإنسانية في مجلس الرقة المدنية.